هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلش تمام يا احلى ناس. رجعنا لكم باحلى فيديو جديد حبايبي الكرام. كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله كلش تمام، نورتونا من جديد مقطعنا الجديد حبايبي. حبايبي قبل بلاش تخبص بالكلام، قبل ما بلش بهذا المقطع حبايبي لا تنسوا تحطوا اللايك والشير وتدخلوا لتحت وتفعلوا زر الجرس در كمان تخربط مره ثانيه زر الجرس حبايبي ليصلكم كل جديد بشو بمحتوى فري فاير. اوكي شباب حبايبي، مثل ما انتم شايفين اليوم نزل حدث جديد حبايبي، سكن جديد، متجر هاكر جديد حبايبي. اجتني اليوم فكره حبايبي وانا عم فكر يعني ادخل احاول احصل على سكين، قلت لحالي ممكن ان شاء الله يمشي الحال، بدي احاول اهكر المتجر بشخصيه الهاكر. شخص الهاكر شو؟ خلينا ندخل حبايبي نحطه، راح افرجيكم شخص موكو. طيب طبعا بتعرفوا يعني. اوكي هنروح الكاركتير. اوكي روح بدي احاول يعني ممكن يمشي الحال، حبيت اجرب شيء جديد يعني. قلت لحالي يعني ممكن موكو تساعدينا اليوم. اوكي نحاول نحصل على السكين من اول كم لفه، فهمتوا علي كيف؟ اوكي حبايبي يلا ندخل نعمل شوي بالجروب عشان ما حدا يبعث لنا ونحن عم ندخل على الحدث. يلا حبايبي ندخل على الحدث نشوف. يلا ليتس جو. وين الحدث؟ الحدث هذا والشباب. الصراحه الشباب السكين هذا انا شفته من قبل بغير السيرفرات، عن جد كثير كثير حلو يا شباب. سكين مرتب الصراحه، سكين المرتب كثير 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 كثير. اوكي طبعا شباب مثل ما انتم شايفين ركز معي عشان تستخدموا السكين يعني لازم او قبل ما تبلشوا يعني لازم تختاروا السكين اللي بدكم اياه. انتبهوا لازم تختار تضغطوا عليه انه هذه هي جائزه بدكم، الجائزه الكبرى، فهمتوا علي كيف؟ بتختار اول شيء عندكم شيء جائز بونس شيء ثاني، فهمتوا علي كيف؟ طبعا شباب بالنسبه لل انا بالنسبه للشخصيه النسر بالنسبه للاشخاص الداخلين جديد باللعبه ممكن ما تقدروا تاخذوه مجاني، ممكن يعني ما تقدروا تاخذوه الان لانه من زمان كان نازل حدث عليه واعطونا اياه مجاني، فهمتوا علي كيف؟ المهم ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. شخصيه لوك هذا لوكاثا لوكاثا لوكاث لوكاس نفس الشيء كان مجاني. لا يا حبايبي راح نختار انا بالنسبه للرقصه هي عندي اياها، وبالنسبه للاخير اوكي راح نختار القصيمه الحاضنه. اوكي اوكي شباب هاي اول وحده، هاي ثاني وحده لوز اللوز، نختار الجوائز الكبرى. اوكي شباب موكو صار وقت موكو الان حبايبي. طبعا قبل ما نبلش بضرب تدوير الدولاب حبايبي، انا بعمل بسوس مباشره دائما على الفيسبوك شباب. الفترة الأخيرة عم نعمل تقريبا كل يوم مسابقة، كل يوم تقريبا بنوزع واحد فاير باس بروم حبايبي على البث مباشر. رابط البث مباشر موجود تحت حبايبي على الفيسبوك اليكو، أو تقدر بتروح على الفيسبوك تبع اليكو تشوفني موجود بالفيسبوك. بسوس مباشرة يوميا تقريبا على الساعة 6 وفوق بتوقيت المغرب العربي. أوكي خلينا نشوف شباب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معنا 2520 يس. ومعنا الان شباب اول لفه هي 9 تمام حبايبي. بالنسبه للناس اللي تحب تعرف كم يلزم كل شو اللفات يعني تفاصيل الحدث تدخلون كل ما عليكم تضغطون هون بالنقطه الاستفهام الموجوده فوق. اوكي بتنزلوا شويه لتحت بيعطيكم كل لفه كم يعني كلف، اذا اول لفه 9 50 150 والى اخره. اوكي يلا قول بسم الله اول لفه شباب موكو. نحاول نهكر متجر هكر بشخصيه الهكر، خلينا نشوف شو راح يصير. ليتس جو بسم الله الرحمن الرحيم. ليتس جو 9 يلا 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 يلا. لم يحالفنا الحظ، لم يحالفنا الحظ، لم يحالفنا الحظ هذه المرة. اوكي. طب سوري مو بسوري، طب انا حاطط شخصية موكو، اوكي؟ بدي اطلع بدي اطلع بدي اطلع بدي احط بدي خلينا نشوف نجرب له نغير لبسي، يمكن لبسه ما عجبته موكو. سوري نطلع نروح نلبسها الكريمال الاصفر، يلا نروح نلبسها الكريمال الاصفر نشوف. يلا. يلا ان شاء الله ما حدا كمان يخرب علينا. نطلع ندخل شباب جربوا انا حابب اعمل شيء ممكن يمشي الحال يعني نجرب شيء ممكن يمشي الحال انا وحظي وهذا المتجر الزفت. ليتس جو 50 يلا. الظاهر حبايبي ما يمشي الحال هيك ما يمشي الحال هيك ما يمشي الحال هيك. الظاهر كريمال الموزه ما يمشي الحال. خلينا نجرب كمان 150 نشوف. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. صندوق البنطال يا الله ما يمشي الحال. طب خلينا نحاول نغير اللبسه، ممكن لبسه ما عجبني البطريق مكيف جواهر. نطلع نروح نغير نحط لها مثلا ما اعرف الكريم الازرق. خلينا نجرب نحط الكريم الازرق نشوف. يلا نحط لها الكريمينال
نحاول يعني حاول ما اعرف يمكن مش مرتاحه بالتهكير الشخصيه ما اعرف نشوف نجرب شباب نجرب نحاول يعني نجرب شيء جديد يعني ممكن يمشي الحال شباب يجينا من اول كم لفه مي يعني مي مو لاخر لفه مثل كل مره يعني بهذا المتجر يلا 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 ليتس جو والله كانت يعني شباب كانت يعني يعني بالعاده شباب يعني لاحظت حسيتها انا حاسس بالنسبه لي حاسس انه في تقدم الصراحه لانه بالعاده شباب كمان دائما بيبقى معي اخر شغلتين يا رب يا رب يطلعنا ب 500 جوره شباب ليتس جو يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا بليز لا ما مشي الحال مثل ما انتم شايفين صدمه كبيره اوكي هذا هو شباب الحزمه هي 1400 الاخيره اخر لفه هي الحزمه شباب بس الحزمه شباب عن جد كثير كثير حلوه شباب يعني انتم حظكم حبايبي انتم حظكم انا بعرف حظي بالمتجر ما مشي الحال ما مشي الحال مع شخصيه للاسف شديد مع شخصيه موكو للاسف شديد ممكن مره جاي يمشي الحال بس ولكن يعني قبل اخر لفه حبايبي مثل ما انتم شايفين بالعاده كان دائما يطلع لي يبقى لي اخر لفتين ويمشي الحال خلينا نطلع نشوف الشروف ندخل هون على البندل نشوف السكين ليتس جو ها لا 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 السكين عن جد حبايبي سكين اسطوري عن جد السكين اسطوري شوفوا يشبه السكين الفاير باس نفسه شباب نفسه تقريبا نفس الشيء واو واو خلينا نفتحه شباب لازم نفتحه نشوفه من على القرب ثواني نفتحه نشوفه من على القرب لا 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 شباب حلو كتير عن جد السكين حلو صراحه حلو يعني حتى هي مع الكمامه اجت عليها يعني طالعه يعني مناسبه كتير 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 طالعة حلوة يعني كتير كتير حلو صار بس نجرب نشوف نغير شوي نشوف شو ممكن نحط له مثلا ثواني نحط مثلا لا هيك عم يصير شي لوز اللوز شايفين حبايبي هيك او هيك عم يصير حلو كتير لا لا عن جد شباب السكين يعني عن جد شيء اسطوري سوا بدنا ندخل على التدريبات اوكي خلينا نروح على التدريب شوي حبايبي لا تنسون نحن دائما بنعمل بسوس على الفيسبوك اذكركم اوكي يوميا ماشي على الفيسبوك رابط الفيسبوك موجود تحت ماشي ومثل ما وعدتكم حبايبي دائما بنعمل مسابقات اللي بده يجي اهلا وسهلا حبايبي كل ما عليك تروح على الفيس تشترك وتفعل زر الجرس ونفس الوقت هون شباب فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد وان شاء الله شباب عن قريب رح نعمل فيديوهات جديده على قناتنا اليوتيوب اوكي حبيبي نرجع للسكين الصراحه السكين شباب عن جد حلو يعني 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 خفيف شايفه انا خفيف الصراحه فهمتوا علي كيف خلينا ندخل نجيك نشوف ندخل شوي ناخذ اسلحه هيك على السريع شوفوا يعني كيف اللعب فيه يلا سوري بس ليتس جو ناخذ هاد تاك تاك ليتس جو ندخل على الساحه ونشوف شو راح يصير لا لا ابيض شباب عن جد يعني قليل السكنات الابيض بيضه هيك شباب يعني قليله كثير يعني ما بعرف اذا في شو في سكنات بيضه من غير هذاك الاساس هذاك السكن الاساس الابيض اعتقد عرفتوا شو اقصد خلينا نشوف وين هذا ول 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 وين هذا راح يا زلمه تعال يا ول هو اللي بلعت هيك لا وات كيف ما جا هيك ثواني شوي لا لا هذا محزوس هذا شكله لا هذا محزوس يبلع ولك حاسه يعني مش مزعج باللعب مثل السكنات يعني مو مثل هذول السكنات الكبار فهمت علي كيف يعني في سكنات شوي ضخام شوي مزعجات هذا ونفسه وين عبد الرحمن بلعني هيد لا مو هيد ولا ولعني ولا ضربه بس توني جاي لعندك لابس نفس السكين عبد الرحمن عنده بس ولكن شو قول لي ابلع ولا تبلع ولاك تفرج هذا هيك لابسه احلى شوف ابلع اضحك لوز عن جد شيء حلو كثير اوكي تعالوا شوي سوين شباب مثل دائما نفرجيكم المهارات الون شوت الهيد شوت هي اوبا لا يكفي لا لازم اطلع انا شباب يعني بدي يعني اخردق الكل حبايب الكرام هذا هو السكين اعطوني رايكم تحت بالتعليقات واحد اعطاني لايك السكين عن جد حلو ومرتب كتير حلو راح نجربه اليوم بعد شوي ان شاء الله على البث المسائي بالرنكد
وتعطيني رايكم كمان بنفس الوقت حبايبي. بنشوفكم ان شاء الله بعد شوي على البث المباشر، ماشي؟ ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبي، بشوفكم مقطع جديد. لا تنسوا تحطوا اللايك والشير وتعملوا بارتاج وتفعلوا زر الجرس. اوكي، وبشوفكم على خير.